اسعار بتنزل بتنزل، وانا مش هقول اسعار تقريبيه واسعار تصعيديه، بس الاسعار بتنزل، اسعار الفراخ، اسعار البيض، اسعار الرز، اسعار السكر اللي اعلنت النهارده، اسعار الذهب، جنيه الذهب النهارده ب 22440 جنيه من 31000 جنيه، 9000 جنيه نزلوا في ايام. احنا دخلنا امبارح تم مبلغ 10 مليار جنيه كاش، زائد 5 هيتاخدوا او 4 هيتاخدوا من الوديعة الإماراتية، يعني 14 مليار دولار تحت تصرف الحكومة وتحت تصرف البنك المركزي. فالذهب انخفض، اللحمة انخفضت، مش انخفض كبير ولكن انخفضت، الرز انخفض، في وعود كثيرة من الحكومة بأن شهر رمضان سيكون شهر يسير على الناس، كلنا واحد وأهلا رمضان، منتشرة في كل مكان، العربيات المتجولة منتشرة في كل مكان عشان توفر السلع بأسعار منخفضة. النهاردة تم الإعلان على أن كل بطاقة تموين هيكون لها 4 كيلو سكر عشان تعدي الشهر ده وهي آمنة. نتمنى أن كل المشكلات دي تتحل. خلونا نشوف نعرف ما هي آخر الإجراءات اللي بتتم لتوفير السلع بأسعار مخفضة مع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. أهلا وسهلا باشمهندس أسامة. خير بيت، حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، وإن شاء الله مصر تبقى بخير بإذن الله. وحضرتك شايف يعني في يعني انهيار في الاسعار. قول لنا انت بقى، انت مصدر، فتقول لنا ما هي اخر الانباء حول الاسعار، ما هو المطمئن للمواطن المصري قبل دخولنا شهر رمضان بايام يعني. طيب، هو حضرتك بالنسبه للمنتجات الغذائيه طبعا في توافر المنتجات بصوره كبيره جدا في معارض اهل رمضان وفي العربيات المتنقله وفي المنافذ البيع التموينية أو منافذ الشرطة أو قوات مسلحة. نعم. حضرتك السكر بيتباع بسعر 27 جنيه. أيوة. ومتوفر تماما لأي حد ممكن يجي. بالسعر ده يعني ما فيش سعرين، سعر 27 وسعر 50. حضرتك احنا كل يوم في مثلا في المعرض بتاع أهل رمضان اللي في العمرانية أكثر من 15 طن بيتوزعوا يوميا لكل فرد 2 كيلو. بالنسبة لموضوع التموين يا فندم، هو كل فرد ليه كيلو بحد اقصى 6 كيلو للبطاقه، مش 4 كيلو. لا، مش 4 كيلو. اذا هي 6 افراد، اذا 3 افراد بياخد 3 كيلو، اذا 4 افراد بعدد الافراد كل واحد ليه كيلو، ليه كيلو بحد اقصى 6 كيلو. تمام. وفي الزيت ليه ازازه الزيت بحد اقصى 4 كيلو. بياخد حضرتك السكر دوت بسعر 12 جنيه و60 قرش. 12 جنيه و60 قرش على البطاقه. كويس. على البطاقه هو كل فرد ليه 50 جنيه. فلو الأسرة 4 أفراد بيبقى ليها 200 جنيه، بياخد السكر ب 12 جنيه و60 قرش، بياخد الزيت ب 30 جنيه. كويس. وطبعا في منظومة بتاعت الدعم بتاعت العيش اللي هو حضرتك بتاخد 5 أرغفة. أيوة. لكل فرد يومي، يعني 150 رغيف في الشهر لكل فرد. إذا حضرتك ما استخدمتش العيش كله، بتقدر حضرتك المبلغ اللي ليك وتقدر تستخدمه في المواد التموينية الأخرى برضو من خلال بطاقة التموين. رائع. الأسعار حضرتك هتنزل. هتنزل كمان يعني على ما نوصل لأول رمضان الاثنين الجاي إن شاء الله، هتبقى الأسعار السلع متوفرة والأسعار رخيصة. حضرتك إحنا بين اللحوم مثلا في المعرض إحنا رمضان، اللحوم البلدية اللي هي بره ب 450 او 480 جنيه، حضرتك تشتريها ب 320 جنيه وهي متوفره تماما. متوفره؟ يعني اللي هيروح هيلاقي اللحمه موجوده. 320 جنيه، واعتقد حضرتك كمان ان هيحصل نزول في الاسعار، لان ده انا بتكلم حضرتك على القطاع الخاص. ايوه. يعني ده مش مدعم تموينيا. ايوه. تمام. فده ب 320 جنيه، واعتقد مع نزول سعر الدولار حضرتك هتلاقي القصه هتقل اكتر من كده، لان ده هياثر على الاعلاف، على اسعار العلف، فبناء عليه هيحصل حضرتك انخفاض تاني في الاسعار. فانا بقول لحضرتك ان السلع متوفره. ال 10 مليار دخلوا يا فندم هياثر في كل المنتجات، يعني احنا في المنتجات الخشبيه او الخامات او مستلزمات الانتاج. أيوة. حصل خفض 20% في الاسعار، حتى العربيات بقى فيها خفض كبير دلوقتي، والاوفر برايس ابتدى حضرتك
ينزل، وبقت الناس كمان حتى متخوفه تشتري الدولار. النهارده الدولار وصل 43 او 44 جنيه. اللي والله سمعت من 38 ل 43. والله هو حضرتك احنا بنتكلم على التنفيذ. ايوه تمام. بس انا اعتقد حضرتك ان يمكن في اجراءات حاسمه هتتاخد خلال الاسبوع القادم، وان شاء الله يكون في سعر واحد للدولار يا رب. البنك المركزي يعلن ده، هيبقى ريح الدنيا كلها. السعر العادل للجنيه في مواجهه الدولار وسعر واحد. ان شاء الله احنا متفائلين تماما بالاجراءات اللي فاتت والمشروعات اللي هي داخله، واذا كان في مشروع راس الحكمه او نيجوشيشن على مشروعات اخرى بنفس احنا كل يوم بنسمع، بس انا مش عايز اقول اي معلومات غير لما تعلن رسميا. ان شاء الله ربنا يسهل حضرتك ومصر تبقى بخير، وكل المنتجات ان شاء الله هيحصل فيها انخفاض في الاسعار بنسب لا تقل عن 25 ل 30%. طيب باذن الله ربنا يطمنك يا باشمهندس، ربنا يطمنك. والسكر متوفر، الرز متوفر، الزيوت متوفره، يعني حضرتك كل المنتجات. اهلا وسهلا باي حد في معرض اهل رمضان، هيلاقي حضرتك يعني لو حضرتك حتى عملت تقرير او كده المعارض. هنعمل تقرير، ما احنا شغالين معاكم في رمضان وهنتابع اول باول كل حاجه ان شاء الله. وكل مره حضرتك تتابع تلاقي الاسعار مختلفه عن المره اللي احنا تمام. معارض اهل رمضان متواجده فين؟ يعني في ناس ما تعرفش اماكنها. احنا عندنا في محافظه الجيزه عندنا 5 معارض اهل رمضان. في واحد في العمرانيه على مساحه حوالي 2000 متر، في واحد في امبابه على مساحه 850 متر، وفي اخر في البدرشين على مساحه 450 متر، ومعرضين تانيين، واحد في 6 اكتوبر وواحد في الشيخ زايد. واحنا حنوالي عمل معارض اخرى حضرتك. ده غير العربيات المتحركه سواء من القوات المسلحه او وزاره الداخليه كمان. في تواصل تام حضرتك مع معالي وزير التموين في توفير العربيات المتنقله عشان نقرب من الناس، ما يبقاش في عنده مشوار او ترانسبورتيشن تكلفه مصاريف اضافيه. فاحنا بنحاول نقرب للناس في كل الاماكن، زائد سلاسل المحلات حضرتك اذا كان فرجاني، خير زمان، مترو، بيبقى فيها ركن حضرتك مكتوب عليه اهلا رمضان، محطوط فيه السلع اللي احنا بنتكلم عليها، 7 سلع. أيوة. اذا كان الرز او الزيت او السكر او البقوليات. ده كويس، ده عشان اللي بيروح سوبر ماركت يلاقي حاجته مخفضه هناك. ان شاء الله كله يبقى تمام يا استاذ خيري. بشكرك يا رب بالخير، يا رب يعدي رمضان والناس قادره وراضيه ومبسوطه وتتفرغ للعباده يعني لهذا الشهر الكريم. بشكرك جدا. بس احنا بنناشد بقى المواطنين يا فندم، ما حدش ياخد اكتر من احتياجاته، لان ما نخزنش يعني علشان تفضل متوفره على طول. لا، نتيح الفرصه لاخرين. واذا الناس متخوفه من عدم التوفر السلع، لا، السلع اللي موجوده حضرتك تكفي 5 و6 شهور. ويمكن احنا في احلى في الظروف ايام كورونا، لما حضرتك كنت بتصور في اوروبا ان ياخد ازازه زيت واحده او منتجات الرفوف، كانت الحاجات متوفره هنا. فاحنا بنقول للناس بس نطمن الناس عشان الكل يستفيد، ما نتدافعش، ما نخزنش، ونقول السعر هينزل، خد اللي انت عايزه وشويه وهينزل كمان ان شاء الله. لكن شاء بشكرك الله. جدا يا باشمهندس. الله يخليك. المهندس اسامه الشاهد، رئيس الغرفه التجاريه بجيزه، عضو مجلس اداره الاتحاد الصناعات.